Today we are in a Sahaba complex to distribute milk for newborn babies here. So let's see that with Connect Her team in north of Gaza Strip. نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتقدم إدارة مجمع الصحابة الطبي بجزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة كونكت هير على تقديمهم 50 علبة حليب لأطفال حديثي الولادة في مستشفى مجمع الصحابة الطبي وأقسام مجمع الصحابة الطبي قسم الولادة وقسم العمليات القيصرية وقسم الحضانة كما ندعوهم ونشجعهم من المزيد من الأعمال الطيبة المتقبلة بإذن الله عز وجل وجاءت هذه الأعمال بعد أسر العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة وشمالها ونقول لهم بارك الله لكم وجزاكم الله خير وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتكم وشكرا